ونجاحات جديدة. في بالي. نعطي الكلمة مباشرة لسامي الطاهري الأمين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل. مرحبا بك سي سامي. مرحبا عسلامة. يا عايشك. سامي الطاهري، الخطاب اللي قام به البارح سيد نور الدين طبوبي في اجتماع نقابي وطني حاشد بصفاقس، وهنا نربط مع ليديتو نتاع سفيان بن حميدة، هل يمكن اعتباره انطلاقة جديدة لدور الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم في الحياة السياسية الآنية سامي الطاهري؟ لا، هو الاتحاد ما خرجش من الحياة السياسية الآنية. دور جديد قلت. دور جديد هو استمرار دور عادي. احنا راوا انه الوضع ماشي متأزم، ولابد من انه يكون عندنا تدخل في هذا الأمر. يعني منذ تشكيل الحكومة ووقت الكورونا وبعدها قلنا ردوبنا التجاذبات رجعت، رأي عدم الاستقرار السياسي بدت ملامحه تلوح، وراو الأحزاب حتى المؤتلفة مع بعضها مختلفة ومش مجرد اختلاف متصارع، بل والتناس في الدوسيات على روحها. دونك الاتحاد أشعر أنه ثم اختار هذه البلاد، والناس اللي تتحدث على حلان البرلمان وعلى إعادة الانتخابات وحلان الحكومة يولي عندهم أكثر من مبرر، رغم اللي احنا ضد هذا وقلنا هذا مش وقته. أما رأوا نبهنا قلنا هذا مش ما باش تتواصل الأمور بهذه الطريقة. ما لماذا ذاهبون إلى باردو سي سامي الطاهري؟ الصورة مزاجية واضحة مجازية، باعتبار أنه ذاهبون إلى باردو يعني سبب الداء في باردو. باردو مشاغل الناس مكدسة.